أحييكم في كل مكان. مجلس النواب بلا رئيس لحد اللحظة بعد جلسة حصل فيها الكثير من الخلاف والصراع والتقاطع والأحاديث التي تتعلق بعمليات بيع وشراء للأصوات من أجل حسم هذا المنصب لهذا المرشح أو ذاك وفقاً لقواعد كانت متبعة في تلك الجلسة. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن ذلك السيناريو الذي حصل وعن إمكانية أن يتمكن مجلس النواب من لملمة أوراقه بشكل صحيح، على اعتبار أن هذه الدورة البرلمانية فيها الكثير من المشاكل في ظل تحديات هي الأخرى كانت حاضرة لم تعامل بشكل صحيح خلال الدورة البرلمانية الحالية. نسأل عن ذلك السيناريو الذي حصل، هل الأمر يتعلق بنوعية ذلك الحديث الذي حصل وهو مرتبط بنوعية أموال كانت تدفع من أطراف ما زالت حتى اللحظة أطراف غير معلنة، وبالتالي أربكت الحسابات وغيرت التفاهمات التي كانت حاضرة بين كبار المشهد السياسي، أم أن الأمور ما كانت بهذه الطريقة وأن كل الذي يحصل فيه استهداف لأطراف معينة وبالتالي عملية التصويت لم تكن حاضرة وفقا لذلك الأسلوب ووفقا لذلك السلوك والمنهج؟ في المقابل نتحدث أيضا عن إمكانية أن يكون هناك عمل حقيقي من المنظومة البرلمانية في مواجهة تلك الأهداف التي دائما ما توضع وفق خطط ورؤية معينة وهي إضعاف المؤسسة التشريعية وتحويل هذه المؤسسة إلى رغبات وتطلعات لمنظومة من الشخصيات التي تعتقد أنها هي القادرة وأنها هي المتحكمة في المسار البرلماني وفي المسارات الأخرى، وهنا نتحدث عن الدولة بشكل عام. كيف سيكون المشهد إذا ما ذهبت الأمور باتجاه تعقيدات أخرى ستضاف لهذا الملف، وما هي حقيقة التحقيقات التي ستفتح في عمليات التفاهمات الجانبية التي كانت حاضرة في تلك الجلسة، ويتوسط هذه التفاهمات الأموال التي أثير الحديث عنها؟ أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، أمين عام حركة كفا والنائب السابق الأستاذ رحيم الدراجي، ورحب بجنابه كل الترحيب. حياك الله. وأيضا رئيس كتلة الجيل الجديد البرلمانية السيدة ثروة عبد الواحد، ورحب بجنابك كل الترحيب. سيدة ثروة، وأبدأ من حضرتك، جلسة فيها الكثير أو كثر الحديث عما فيها، لكن كشخصية دائما ما تتحدث بشكل واضح وتعطي الأمور كما هي، أنا أسأل بشكل مباشر سيدة ثروة، هل الحديث الذي الذي حصل عن الأموال وعن عمليات الدفع وعن عمليات التفاهمات الجانبية التي حصلت في مجلس النواب كانت حقيقة حاصلة أم هو جزء من الاستهداف الذي يمارس بحق السلطة التشريعية؟ مساء الخير، تحية لك ولأخي الشيخ ومشاهديكم الكرام. والله يا علي، يعني بصراحة هذا الحديث هو موجود دائما في الدورة الثالثة، كنا نسمع أنه أكو أموال تدفع لتمرير فلان قانون، لتمرير فلان شخصية. في الدورة الرابعة خب سمعنا أنه سيد الحلبوشي حصل المقعد مالته ب 30 مليون دولار. وهذه الدورة أيضا هو هذا الحديث موجود. طبعا هو من المعيب أن يتم تداول هذا الحديث تجاه مجلس النواب. يفترض مجلس النواب يكون أكبر من كل هذه الأمور، ومجلس النواب هو من يرسم السياسة الحقيقية. وأنا شخصيا لا شفت ولا أحد عرض عليه ولا أعرف، يعني ولا سمعت أحد يتحدث، بس النواب كانوا يتحدثون. حتى انا بس يجوز ما يعرفون من يرحون؟ اكيد، يعني هو اتمنى فد يوم واحد يجيني يعني حتى بعدين يشوف روحه شو يسوي. سمعت، يعني انا سمعت من نوابنا، اثنين من نوابنا قالوا سمعنا انه سيد طلال الزوبعي يدفع لكل نائب 100,000. من نوابكم؟ سمعتي؟ سمعت من نوابنا سامعين، يعني مو عارضين عليهم، سامعين. سيد طلال الزوبعي يدفع 100,000 دولار لكل نائب. بعدين من دخلنا الجلسة، إذا هو دافع حلقه 100,000 دولار ليش جاب بس صوت واحد؟ فلهذا أنا أشوف أنه هاي بها نوع من المبالغة، تضخيم، ومن نوع من أنه كسر إرادة مجلس النواب وكسر إرادة النواب اللي يلتزمون مع النواب. يتحدثون بهذا الشيء؟
هم شوف يعني انت لازم تشوف الجبهات. مثلا الجبهه السين تقول انه جبهه صاد هم اللي ياخذون، جبهه صاد يقولون لا جبهه السين. عموما يعني انا في العراق ما استبعد اي شيء، لن استبعد ان يكون هناك رشا او شيء، لكن انه انا شاهدت او احد عرض عليه او على نوابي تم عرض هذه المساله اطلاقا لا، لا يوجد هكذا شيء. واقول انه علينا انه احنا نحترم المؤسسه مالتنا، بس مع الاسف اكو جهات خارج البرلمان، واني دائما اقولها، اقول من 2010 جهات سياسيه واحزاب سياسيه عملت بشكل منظم على تشويه صوره البرلمان وصوره مجلس النواب واعضاء مجلس النواب لغرض في نفسه يعقوب يردون اضعافه ويردون انه خلص برلمان ما يحاسبهم، ما يحاسب احد، لان من يحاسب برلمان حتى يصير حديث انه اخذ فلوس، اخذوا فلوس، اخذوا فلوس، فناس اي فناس ما تصدق باللي يقول البرلمان. ويعني كل الاحزاب السياسيه في العراق قاطبه اللي يحكمون اصلا ما يؤمنون بنظام لا برلماني ولا الفيدرالي ولا يؤمنون يشارك ويقدم مرشحين، لا يؤمنون بالديكتاتوريه، يؤمنون بالديكتاتورية وحكم القوي وكل هذه الأمور. هذا الوضع مفروض عليهم؟ انفرض عليهم، هم اجوا بالبداية ما كانوا يعرفون هيك يصير صدق. عبالهم انه لا، يعني الشيعة بعدهم ما كانوا متأكدين انه هم الأغلبية في العراق، هم راح يكونون حكام حقيقيين. فاليوم اذا يكتبون الدستور ما يكتبون الدستور بهاي الطريقه. هسعد بها حديث ايضا راح ارجع للسيده ثروه، لكن ابدا الحديث مع الشيخ رحيم، راح بجنابك مره ثانيه. الشيخ رحيم، الحديث كثير في هذا الملف، وضربت امثله قبل قليل السيده ثروه انه في تجارب سابقه كان الحديث ايضا يكون حاضر حول الاموال التي تدفع للنواب، اذكر في استجواب السيده هدى سجاد النائبه في حينها التواقيع كانت ايضا تسحب وفقا للاموال التي تدفع، وتجارب كثيره، لكن عندنا تجربه اخيره وهي تجربه التصويت على مرشح بديل عن السيد الحلبوسي، وهذا الحديث موجود الان، انا هنا اسال هو من الذي يثبت صحة هذه الاتهامات ضد السلطة الرقابية التي من المفترض هي التي تراقب كل الأشياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ علي وللنائبة العزيزة ست ثروة ولمشاهدي قناة سامراء الكرام. بلا شك أستاذ علي أنه تجربة العراق تميزت بالفساد على المستوى السلطات التنفيذية أو التشريعية. وش ميزة؟ هاي صفتها، هاي من مميزاتها، يعني أنه هي يعني منظومة سياسية الفساد بها منتشر والحساب بها معدوم، لذلك يقال انه اي دولة لا يوجد بها حساب لا يمكن ان تسمى دولة، تسمى لا دولة، وهذا ما قالته بلاس خارتي باحد خطبها امام مجلس الامن الدولي الامم المتحدة. انا اريد اوضح في القضية استاذ علي من خلال قناتكم، المرشحين اللي ترشحوا الى رئاسة مجلس النواب ثلاث، واحد مرشح المالكي اللي هو المشهداني، واحد مرشح الخنجر اللي هو العيساوي، واحد مرشح الحلبوسي اللي هو علان الكريم. طبعا الاموال اللي تحدثوا بها البرلمانيين بالتلفزيون صار كلام يعني ظاهر، حتى النزاهة استدعتهم، فما يمكننا في هاي الحالة بعد. اريد اقول اني ملاحظات مهمة استاذ علي. اول شيء خلي الشعب العراقي يفهم انه اختيار المرشح لرئاسة البرلمان تم وفقا لمبدأ الاغلبية، مبدأ الاغلبية للمكونات. يعني كل المكونات اتفقت انه الاغلبية الموجودة داخل البرلمان يتم التصويت إلى لرئاسة البرلمان. لذلك شعلان الكريم ما كان مصوت عليه من قبل مجلس النواب لولا لم يتفق كل قيادات الإطار على تصويت. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحلبوسي عندما قدم الكريم قدم 104 لقيادة الإطار. ومن خلال هذول الأربعة اختاروا الكريم اللي هم قيادة الإطار. اللي يمثلون المكون الأكبر. اختاروا الكريم للاسباب التاليه اللي هي اولا انه شارك بعمليات التحرير، قالوا هذه منقبه ما موجوده عند الاخرين. ثانيا قال لديه شهداء ولديه مخطوفين،
سواء على مستوى داعش او على مستوى القاعده. تمام. فعليه لازم يتقدم على الاخرين. وبناء على ذلك من الذي صوت له؟ صوت له الحكمه. بدر، ايضا بدر ذكرت في بيانها انه احنا من رشحنا الكريم عرضنا على قيادات الاطار كله، وعلى الذين يشنعون على بدر ان يشنعوا بقياداتهم. تمام. زين؟ بيان شديد اللهجه كان. اغلبيه سند صوتت له. كتله العراق الوطنيه، كتله وطن المستقلين، الاتحاد الوطني الكردستاني، الجيل الجديد صوت. كتله برهان المعموري، اليزيديه، المسيحيين الصابئه، مقاعد الحلبوسي 45، 10 من نواب ابو مازن. هذول اللي صوتوا شعلان الكريم. فكانت النتيجه 152، تمام؟ اذا تحسبهم 152. نجي ناب الى مرشح السيد المالكي. دولة القانون صوتت له. عزم صوتت له. الفضيلة صوتت له. يمكن اثنين من المسيحيين صوتوا له. خلصنا؟ نجي الى مرشح الخنجر. منو صوت المرشح الخنجر؟ 28 الحزب الديمقراطي الكردستاني. 8 المندلاوي. 10 الخنجر. 6 فالح الفياض. 3 العصائر. المجموع 55 نائب. لكن الصبورة تقرأ ايش قد؟ 97 نائب. شلون؟ واضح عندك؟ اللي صوتوا المرشح الخنجر 55 نائب من مجموع القوائم الموجودة داخل البرلمان. زين. اللي مكتوب على الصبورة 97. فاكو 42 صوت، هذول شلون اجوا؟ هنا المشكلة صارت بهذا النية. السيد سالم العيد 42 صوت. هنا صار الشغل بالظلمة. واضح عندك؟ لذلك احنا نسأل هذا السؤال، صار وكالة حاضرة. اكو رئيس كتلة يقدر يقول انه ذول ال 42 يمثلوني؟ هم اللي صوتوا للعيساوي؟ يقدر اكو واحد يطلع الآن أمام الإعلام يقول هذول يمثلوني؟ لو ذول متناثرين من القوائم الأخرى اللي تم، ما ادري شنو اللي تم وياهم. هل يستطيع احد ان يقول لنا كيف وصل العدد الى 97 مع وجود هذه القوائم فقط؟ السيد المندلاوي باعتباره رئيسا للبرلمان، هل يعلم بهذا الفارق اللي صار لو ما يعلم؟ هذه واقعه وليس لوقعتها كاذب. هنا وقعت الواقع، هنا صارت المشاكل. زين. فاحنا هذه الحقيقة اللي ما حد يعني اجا ولبس البرلمانيين بصورة عامة ولبس الكتل بصورة عامة واتهم اعضاء. هو ليش الشيطنة للبرلمان دائما؟ ها؟ ليش الشيطنة لمجلس النواب دائما؟ لا شغلة، احنا منظومتنا السياسية 90% من اتى شياطين. لا يشيطن مجلس النواب دائما. مو بس مجلس النواب، كله يشيطن. ليش انت منو يقدر يرشح وزير اذا ما ياخذ عليه صكوك وضمانات؟ فاحنا هاي العملية موجودة عندنا، لكن للأسف الشديد لا تتهمون الناس اللي ما وصلوا هاي المرحلة، اتهموا الناس اللي مارسوا هاي العملية. وانا شلون اعرف منو اللي مارس؟ انا اقول لك شلون تعرف انت الان، احنا الان شنو صارت شو اسمه؟ شعارنا على شعلان الكريم. انه بعثي وصدامي ومن اعوان صدام، حتى يعني احد الشيوخ قال اللي صوت لهم هذول سفلة الشيعة واعوان النظام. زين، تجي البيان منظمة بدر يقول احنا عرضناه على قيادات الاطار. يعني هل ينسجم كلام هذا الخطيب انه قيادات الاطار ينحسبون اعوان صدام؟ يعني خلوا عندكم فروسية بالصراع، خلوا عندكم ثوابت ومبادئ، لا تتهجمون حتى تضللون الرأي العام. تمام شيخ، انا راح ارجع لك بهذه النقاط من جديد. للسيدة ثروة، موضوع رئاسة البرلمان وإدارة الجلسة، يعني حصلت هذه المشكلة، وكما ذكرت قبل قليل أنه دائما ما يتهم أعضاء مجلس النواب في تفاصيل كثيرة. إلى أي حد تتحمل رئاسة أو منصة الرئاسة المتبقية من المنصة؟ نتحدث عن نائب أول ونائب ثاني، يتحملون ما حصل في الجلسة على اعتبار أنه طريقة إنهاء الجلسة وطريقة إدارة الجلسة كانت فيها مشكلة كبيرة، وبالتالي هي اللي مهدت الطريق لأحاديث كثيرة. يعني إذا نتحدث عن النسبة 100% هم يتحملون كل المسؤولية كاملة، لأن يعني الرئاسة
النائبين كانوا موجودين. طبعا في السابق كان دائما سيد الحلبوسي متهم بأنه هو يسوي فوضى، هو ما أدري شنو، هو ما يجي متأخر، يجي للدوام. كلها شفناها بجلسة النائب الأول ونائب الثاني، هم جلسة مسائية، هم جلسة مسائية، وكان يردون له مع الضغوط اللي سويناها عبر يعني منصات إلكترونية والحديث والكذا. كان يخلونا لساعة 3 بالليل احنا باقين الفجر، وبعدين يقولون روحوا ماكو جلسة. فمع الأسف هو أساسا رئاسة البرلمان ما تحترم النواب ولا تحترم إرادة النواب، ما تحترم. ليش؟ لو تحترم يعني ما تخلي النائب 5 ساعات ينتظر وبدون ما يعرف شنو شكو ماكو. هم يروحون يجتمعون، أنا رئيسة كتلة وأكو رؤساء كتل، يعني عندنا جروب رؤساء كتل ماكو شيء مذكور به، ماكو برنامج واضح، ماكو مدى يقول لنا انه انتظروا، يعني ما يعرفون بعد الساعه شو يسوون. يعني احنا في الدورات السابقه كان اكو جروب لرؤساء الكتل، لحظه بلحظه كل شيء يصير ينزلوه، راح يصير كذا، اكو اجتماع، اكو هسه ولا احد يهتم برؤساء الكتل. لذلك قلت عن هذه الدوره خارج الفرق. سيده ثروه كلش أسوأ. اخاف يعني مقصره من قايله أسوأ، كلش أسوأ. كلش أسوأ. كلش أسوأ. يعني صراحة واحد يخجل يقول انه انا نائب في هذه الدورة. يخجل. لان انت موصف قاسي شوي. لا انت اعلامي وجنابه سياسي وكان برلماني قبلي ويعرف الوضع. وين اكو برلمان لحد الان لا مشرع قانون بيحض، لا مسوي له. شرعنا قانون الضمان الاجتماعي. وهم عليه انتقادات هسه اوكي، يعني في 3 سنوات قانون واحد. هم يعني عيب يعني نحكي. وين عندنا دور رقابي؟ وين اجتماعات اللجان واستضافاتهم ومحاسبتهم يعني الجهات التنفيذيه؟ كل ما موجود في مجلس النواب انه عطل 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 عطل، كلها عطله. يعني ماكو احنا فصل مكملين الفصل بجلسات مثل ما مذكور في النظام الداخلي. وين الخلل سيدة صلى؟ خلل بالنواب بالرئاسة؟ وين الخلل؟ وين المشكلة؟ خلل ما يفعل نفسه مجلس النواب. خلل بمن يدير مجلس النواب من خارج المجلس النواب. خلل بالقيادات اللي ما تريد انه مجلس النواب يكون فعلا مجلس النواب. خلل بالاحزاب، كم حزب؟ هم 2 3 حتى ما اقول هواي. ما يتعدون 4 احزاب. اللي متحكمين بمصير مجلس النواب. وهذاك اليوم جهة سياسية وخلى أعلنها، يعني دولة القانون علنا قالوا لازم نسوي فوضى وماكو جلسة. يعني برلمان هو كله يصير على فوضى يسويها جهة سياسية لأن مرشحهم ما جاب أصوات. يعني كل هاي خلاف المتوقع كان الأمر. طبعا هم كانوا يتوقعون هاي قصدين الجلسة الثانية اللي الثانية بعد لوحوا بالمعارضة. لا كلامه دقيق. قالوا خلينا نسوي فوضى حتى الجلسه ما تصير. فالفوضى شنو وش جابوا؟ وش جابوا؟ جابوا نظام الداخلي يغيرون. تم سجل. اي يعني هو اساسا ما له علاقه بهاي الجلسه كانت، واساسا اكو قرار المحكمه الاتحاديه. قرارين. والمجلس النواب. زين هناك سؤال، هيئه الرئاسه شنو شغلها؟ بريد. بريد. هسه زعلانين مني الرئاسه يعني. ترى بريد عربي مو فرنسي. بريد الرئاسه اللي عندنا يوصلون حكي يعني من هذا. بريد؟ شغلهم بريد والله. خلي يروحون يشتكون عليه. معناته انه كل الرئاسه تحتاج الى تغيير. ان شاء الله. حتى تفعلون مجلس النواب وياخذ دوره بشكل صحيح تكون مشكله بالرئاسه. اكيد. يعني كنت اتمنى انه الشخص يجي من عندهم هو يكون نائب الاول. هو يكون نائب الاول ويعرف شنو السياسات خارج المجلس النواب. مو شخص ما يعرف شنو سياسات خارج المجلس النواب بصراحه. يعني هاي الدوره صعبه جدا بصراحه. وين يعني الصعوبه بها؟ الصعوبه اول شيء انه تيار الصدري انسحبوا، وعدم وجود تيار الصدري هو اساسا مسوي اشكاليه داخل مجلس النواب، لان انت اليوم تتعامل مع فريق لون واحد وعنده وجهه نظر واحده وكلهم متفقين في اليه توزيع المناصب وامتيازات وكل شيء، وعندهم ائتلاف إدارة الدولة كلها بهذا الائتلاف. موضوع آخر أنه الرئاسة
مو رئاسة قوية، يعني قوية بمعنى ما عنده خبرة سابقة. كان سيد الحلبوسي عنده، هسه النائبين الأول والثاني ما عندهم هاي الخبرة اللي يديرون جلسات يتفاوضون مع الآخرين. كاك محسن شخص محترم، يعني أول مرة أصلا يدخل السياسة مو مجلس النواب، أول مرة يتعامل بالسياسة، شلون يقدر يتعامل مع كل هؤلاء؟ مواقع التواصل الاجتماعي هسه مواقع ثانية، أريد أسوي لك نشاط عادي، أريد قاعد أجيب دنبوك وأسوي لك شو ممتاز. أنا هذه النقاط خلينا نناقشها مع حضرتك شيخ رحيم. مجلس النواب نتحدث عن دولة برلمانية، يفترض أن يكون الفاعل والمؤثر هو النائب وأن يتحكم في كل الأشياء. الآن في ظل الصورة اللي تحدثت بها السيدة سروة، كتلة برلمانية ما كانت مقتنعة في السيناريو الذي حصل، وبالتالي تحركت وفق مزاجها وفق رؤيتها، وحركت باتجاه تأجيل أو رفع الجلسة وشعار ارفعها ارفعها اللي كان واضح افشالها حقيقة، افشالها رفعها، وبالتالي صار اللي صار. أنا هنا أسأل، كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة يكون فيها مجلس النواب مجلس نواب حقيقي ممثل للشعب، مو يدار كما عبرت السيدة سوا قبل قليل من الخارج، والحديث هنا عن قيادات في خارج القاعة كبار هم من يتحكمون في دائرة القرار في المجلس وفي كل ما يحصل في المجلس؟ طبعا اللي تفضلت به السيدة سوا هو تمام، يعني المجلس في كثير من الأحيان يدار بالرؤساء الأحزاب وقراراته احيانا تجي من خارج، يعني اكثر النواب هم بالنتيجه تجيهم مسجات، ارفع ايدك نزل ايدك، صوت فلان لا صوت فلان. لذلك عندما لاحظوا انه شعلان الكريم بالجوله الثانيه يمكن ان يتقدم على الاخرين يجوز يوصل 200 صوت، فحاولوا يخلقون هاي ذريعه اضافه ماده على البرنامج، وبعدين صار صياح هي اصلا الاطاره عدلها فشلوها، فالجلسه اجى بها اوردر تفشل تشتغل فشيلوها اوردر خارج اي خلاص هاي تعرف. احنا حقيقة هو امنية ان يكون البرلمان، لان هو ليش يسمونه على سلطة بالدولة العراق، ليش يسموه على سلطة؟ لانه هو الوحيد القادر ان يضبط حركة السلطة التنفيذية، وقادر ان يضبط حركة الاموال. لكن للأسف الشديد دائما السلطة التنفيذية تتمكن من السلطه التشريعيه وتمرر هواي قضايا وتضعفها. وهذه بدت من يعني اول يمكن من 2006 بدت هاي المحاولات. لذلك تتذكر الصراع اللي صار بين اسامه النجيفي ودوله يعني رئيس الوزراء كان بوقته المالكي، وبدا هذا الصراع انه كل سلطه تريد تتغلب على هاي السلطه. عموما احنا البرلمان ما راح ياخذ دوره الحقيقي لانه عندنا كتل سياسيه لا تريد للعراق ان يكون فيه قانون، لان القانون يعني محاسبتهم، واذا حاسبهم معناه محاسبه. ما هو حاكم اليوم من يحاسبه؟ هو لذلك ما تريد قانون، هو القانون اعلى من الاحزاب. فاكو عندنا احزاب لا تريد للعراق ان يكون فيه قانون وسلطه قويه، لان القانون يهدد مصالحهم، القانون يهدد هيئاتهم الاقتصادية، القانون يهدد هذا التسيب الحاصل. زين، فلذلك وايد من احزاب ما تريد للقانون ان يكون الى سلطة وان يكون نافذ على بقية الجهات. جيد، لكن انا كناخب اليوم او كمواطن عندما انتخب من يمثل في مجلس النواب، ليش هذا النائب ما يقدر يمثل؟ شنو اللي منعه؟ هسه ممكن يأثر عليه رئيس الكتلة في القرارات الاستراتيجية، في النقاط اللي بيها تفاهم، فيها رؤية خاصة، لكن بعض القرارات مثلا أن يتم التصويت على اختيار رئيس جديد هذا ما يندرج ضمن القرارات الاستراتيجية المهمة. ليش ما عنده قرار النائب؟ النائب ما عنده قرار لأنه النائب تابع لرئيس الحزب، وإذا ما يحترم رأي رئيس الحزب فبالدورة الجاية ما يرشحه، هاي أولا. ثانيا هو احترام لو يكون خاضع، ما ثانيا ثانيا نسبة جد شنو؟ احترام لو خاضع. لا احترام ايش؟ يا معود ناس تبحث عن مصالح. الدين لا عقل على ألسنتهم. زين؟ لأنه ما حد يعمل من أجل البلد، لو عندنا ناس تأمن من أجل البلد ما تسمح الرئيس. يعني وش النظر بهذا الموضوع؟ موضوع الكتلة ووحدة الكتلة ووحدة قرار الكتلة السياسية.
يعني أنا أعتقد طبعا أنا أتفق مع الكثيرين اللي يقولون ما عندنا أحزاب في العراق. عندنا ما عندنا أحزاب يعني مو ما عندنا أحزاب بس ما عندنا أحزاب ديمقراطية. أحزاب بمفهوم الأحزاب ديمقراطية. يعني هسا إحنا مثلا في الجيل الجديد نريد نسوي شيء جديد ما موجود في العراق، إنه الحزب ما يعتمد على تنظيمات وما أدري شنو، يعتمد على برنامج انتخابي، ناس تصوت له، اليوم تصوت لي باكر ما يصوت لي، يعني خرجت من البرنامج الانتخابي. لكن أنا أؤمن تماما بأنه علي أن أنفذ كل قرارات الحزب، لأن أنا جاي باسم الحزب. لو شجاعة وأجي باسمي أروح أتصرف مثل ما أريد. هاي شوكت من يكون عندك برنامج. أكيد. أنا ما نتحدث عن هذا النموذج. إحنا نتحدث عن الناس اللي جابوهم حتى شهادة ما عنده وزوروا له شهادة وخلوا. إحنا نتحدث عن الأحزاب اللي برامجها عبارة عن قضايا إنشائية. يعني حتى هذا النموذج في بريطانيا مثلا احنا نتحدث عن الاحزاب الاقطاعيه ستصرف. اي بس هذا عنده جمهور انت ما تقدر. يا منو عنده جمهور؟ يلا بلطيني فد واحد عنده جمهور. شلون مثلا هذه الاحزاب اللي تسميها تقليديه ما عندها جمهور؟ عندك تجربه انتخابيه اخيره. التجربه الانتخابيه الاخيره، اولا شيخنا استاذ علي احنا هاي موضوع الانتخابات والاصوات وما ادري شنو عف على صفحه، احنا ما عندنا تجربه انتخابيه حقيقيه. عندنا تجربه انتخابيه نسبة عالية فيها تزوير ونسبة عالية فيها المشاركة ضعيفة جدا وصعود هاي النسبة يعني فد لغوة كبيرة للانتخابات. فالمشهدان بالاخير ايش قال؟ الانتخابات كذبة كبيرة بالعراق. هسه مو انا اقولها، المشهدان مرشح رئاسة البرلمان. وكان رئيس برلمان في فترة. كذبة كبيرة في العراق والديمقراطية خدعة. هسه هذا فب مو انجليزي هذا عربي. زين؟ فخلنا نؤمن بدليل شيخنا احنا ما عندنا يعني ما نتحدث عن كل الاحزاب، يجوز بعض الاحزاب الحزب الشيوعي، يجوز الجيل الجديد، عندهم انتخابات داخليه، بس بقيه الاحزاب رمزيه شيخنا عباره عن شخص عنده فلوس زين يفتح مكاتب يسوي حزب. جيد انا بهذه النقطه خليني ويا حضرتك السيده ثروه اسال هنا عن فرص المعالجات لهذه المشاكل، احنا نتحدث عن تجربة ديمقراطية مشكوك بها أو انتخابات هي أكذوبة يتحدث الشيخ وما مؤمن بوجودها، عندنا مشكلة في فهم من يشتغل بنظرية الأحزاب وبالتالي أحزابنا هي بالمسمى أحزاب لكن داخليا فيها مشاكل كثيرة. احنا حتى نعالج شنو نحتاج حتى نعالج كل هذه المشاكل؟ شوف أنا والشيخ واللي يفكرون مثلنا احنا ما أمامنا حتى لو كانت كذبة حتى لو نعرف أنه 100% تزويل، لو ليس أمامنا غير هذا الخيار المدني اللي هو صناديق الاقتراع إلى أن يجي يوم أنه فعلا نحقق هذا الحلم ويكون هناك انتخابات حقيقية نزيهة 100%. وأنا شخصيا إلى حد كبير أثق بانتخابات 21 إلى حد كبير، يعني أحس أنه نسبة النزاهة بها كانت عالية جدا. 21 كان بها خروقات كان بها مشاكل لكن كنزاهة وكأنه مفوضين هم يجون يغيرون وما ادري شنو، اشعر بان كانت انزه انتخابات على الاطلاق. لذلك هي تم الطعن بها كثيرا. نعم. فهذا من جانب، من جانب اخر هو هاي المعالجه الوحيده انه شلون نجي نقنع الناس اللي مؤمنه حقيقه، مو الناس ترى صدقني مرات اشوف ناس يقول لك انا اريد اصير عضو مجلس محافظه وعضو مجلس نواب حتى احصل فلوس احسن من وضعي. هو يسمع هذا الحديث نائب يعني شلون واحد تاهو حتى يصوت؟ اي ماكو هذا الحكي. اي ما هو هذا من يسمع هذا الحديث صدقني هذا الكلام هم ينشروها. يعني شوف يعني في كل مكان اكو فساد، ماذا اقول انه برلمان هم كتلة ملائكية وما بيها فساد، لكن مو بهذا التشويه اللي صاير برا، يعني انه والله واحد بس يروح للبرلمان يصير ملياردير، وين اكو شيء؟ يعني ما زال في البرلمان اكو ناس مبدئيين، ما زال عندنا نواب محافظين على كرامتهم على سمعتهم، اسمهم اهم من اي شيء اخر، فهذول بس انتوا على عدد الاصابع هسه مو مشكله، المهم موجودين زين مو كل فاسد. ترى مرات تسمع من الناس يقول الشعب العراقي كله فاسد، ماكو هيك حكي، عندنا ناس كفؤين وعندنا ناس محترمه وناس تريد نجاح لهذا البلد وتريد تشتغل من كل قلبها.
الحل الوحيد انه اول شيء انا باعتقادي انه هذه الدوره هي فشلت تماما وعليها فشلت خلاص فشلت يعني عليها ان تعلن تقول انه احنا دوره فاشله وخلينا نروح الانتخابات مبكره يعني شنو؟ ليش ما عندنا حكومه قاعد تشتغل بس انا اقول صحيح. دوره برلمانيه ما ايه. قلت حكومه ما احنا اذا نروح الانتخابات مبكره خلاص راح نغير حكومه هسه الى ان نروح وراح نخسر حكومه هي الافضل هو اساسا ما ظل شيء سنه ونص يعني الى ان نقرر هو سنه ونص يخلص يعني مو فد قضيه بس قصدي انه هذه الدوره عليها ان يعني تعترف بفشلها البرلماني بفشلها سواء كان فيما يتعلق بموضوع الدوام بما او عقد الجلسات او الرقابه. انا خليني اتحدث وياك بصراحه، كثير من الساده النواب هنا في استوديو العاصمه عندما كنا نتحدث عن اداء مجلس النواب كانوا يضعون المسؤوليه في دائره رئيس مجلس النواب سيد الحلبس لانه يعني سبب اساسي في تعطيل المجلس أطلع. وفي اداره المجلس بشكل خاطئ. اي هسه هو ما موجود خليه يروحون يسوون جلسه. هسه ما موجود. جمعنا مرتين تواقيع لجلسات استثنائية واحد من عندهم لموضوع قصف إيران واللي هو موضوع مهم يعني تم قصف منطقة سكنية بحتة تم قتل أطفال بنية طفلة عمر هاي 11 شهر يعني هاي شلون موساد هاي الطفلة فولا استجابت الرئاسة ولا يمها الموضوع قالوا احنا سوينا لجنة وراحوا هو صعب انه المجلس يعقد جلسة طارئة لا ليش صعب صلاحية ليش ما صارت؟ هو ليش ما صارت؟ وين الصعوبة؟ اي فهو جواب الصعوبة مرتبطة بملف رئاسة البرلمان؟ جواب ايه؟ جواب لمن يقول الحلبوسي كان سبب، اليوم ليش ما يسوون جلسة؟ اليوم مو هم يحكمون وماكو اصلا نواب التقدم ما يجون اذا ماكو رئيس وماكو يعني اختيار الرئيس. فهم خلي يجون نوابهم ويسوون جلسات استثنائيه لمواضيع مهمه. هي المشكله الاساسيه انا قلت بالبدايه المشكله الاساسيه انه هذه الدوره من يتحكم بها هو خارج البرلمان لان احنا بالدوره مو الاولى مو امر طبيعي؟ بالدوره الاولى والثانيه وحتى الثالثه كان عندنا شخصيات من الصف الاول من الاحزاب. هسه صار دورتين ماكو صف الاول في البرلمان. او حتى الصف الثاني في برلمان خارج البرلمان فهم بعدهم خارج البرلمان اللي جايين للبرلمان هو الخط العاشر ثامن تاسع ما ادري يعني مو صاحب قرار مو صاحب قرار مو تنظيمات حزبيه هاي فكانوا دورات السابقه ليش لان الحزب يجيب ناس شخصيات مثلا دكتور ابراهيم جعفري كان موجود بالبرلمان وكان رئيس وزراء ورجع للبرلمان يعني دكتور اياد علاوي حجي ابو حسن العامري يعني فكان هم متواجدين ويانا ويجون كذا فهم الصف الاول هم يتخذون قرار بلحظه هسه الى ان تسوي قرار يراد ليومين يعني ثلاثه وتليفونات وروحه للبيت المدري حجي المدري هو اللي صار كان بسبب عدم الاتفاق الداخلي لو لا اكو خلاف خارجي ايضا ما تحدث خارج المجلس لا خارجي خارج العراق. هاي ما خارج العراق. خليني مع حضرتك شيخ من جديد، احنا نتحدث عن مجلس النواب ودور الرقابي، الان السيده ثروه تتحدث عن انه خلص المفروض هذه الدوره تعلن فشلها وممكن نتحرك باتجاه انتخابات برلمانيه مبكره حتى نعالج هذا الخلل ونعالج هذه المشكله. اذا كيف يمكن ان نعول على مجلس النواب يراقب ويتابع ملفات فساد كثيرة وحكومة السيد السوداني تتحدث عن ضرورة أن تعمل بطريقة مختلفة لمكافحة ما أسمته بالجائحة ويتحدث عن الفساد بصفته جائحة شو راح يشتغل صاحب هذا الملف وعندنا برلمان خلص المفروض يعلن فشله يعني هاي أنا أعتقد تجربة المفروض الشعب العراقي يعني يلتفت إليها للمرحلة القادمة يعني مثل ما تفضلت سيد ثروة احنا ما باقي لنا سنة يجوز وأربعة أشهر سواء يعني مبكره او غير مبكره هي جايه بس المشكله وين؟ المشكله بقرار الشعب العراقي انه انت ما عندك طريق اخر غير صناديق الانتخابات، اي نعم. بس الشعب العراقي قادر ان يفرض على هاي الاحزاب قانون انتخابي يمثل اراده الشعب ما يمثل فرض اراده قانون فرض قانون وتم تغييره هذا قانون هذا الشيء لا الاول في تشرين ايه ما كان وفق مزاج الاحزاب وفق رؤيه الاحزاب
صار بعد التعديل الأخير. ما يقال ما كان قانون يمثل إرادة الشعب العراقي. هذا بالنتيجة الأحزاب. شوف كم حزب إحنا عندنا مشارك مجاز. كم حزب عندنا؟ 300. كم واحد يسوي القانون؟ 5 أو 6 يكتبون القانون، و300 و200 وشويه يصوتون عليه. بقيه الاحزاب شنو ذولي؟ كوكب اخر، مو اجازه رسميه، مو دافعين فلوس، مو دعتهم حاضر وغايب. ليش ما تخليهم يشاركون بصياغه القانون؟ مو قانونهم هم؟ لو طردوهم ذولي الاحزاب وبس انتم تشاركون، ولو شاركون الجميع وخلي يصير قانون يمثل اراده الناس. انا عندي تحليل برلماني. ثانيا، العراق بحاجة إلى آلية حساب الصوت الناخب العراقي. ما عندنا هاي الآلية لحد الآن. احنا نفتقر. أنا ما عندي ثقة بصوت الناخب العراقي. أنا أعتقد صوتي أصوت العلاوي يروح الستساوى. ما عندي ثقة. شلون تنحسب؟ وين يروح صوتي؟ وين يجي؟ ما أدري به. محتاجين آلية توضح لنا وتحمينا. ما هذا عندك عدل الكتروني يعني شنو الاليه؟ هو مصيبتنا بالالكتروني شيخ، هو احنا والالكتروني، مصيبتنا بالالكتروني. فعندنا مشكله بحمايه صوت الناخب، عندنا مشكله بالمفوضيه الانتخابات، عندنا مشكله بقانون الانتخابات، عندنا هواي مشاكل كثيره. هاي اذا قدرنا نحققها نروح الى انتخابات نزيهه. اما انتخابات تعيد نفس الاحزاب يعني من 2003 لليوم، يا فلان منظمة يا فلان حزب. خلينا نختلف وياك. ما عادت لك نفس الاحزاب. انتخابات 21 يعني جتك بمنظومة جديدة في مجلس. من هو اللي جت؟ ليش؟ امتداد ما كانت موجودة. عناوين مستقلة ما كانت موجودة. سكت شيخنا 60 مقاعد. حضور كتلة الجيل الجديد بشكل كبير في مجلس. موجود شيخ. لا بس مقاعد زادت بالضبط. فبالتالي اذا زاد واذا نقص هو واحد. بالتالي ضافت لك الانتخابات الاخيره وجوه جديد. اجا وذابوا مع الاحزاب القديمه، ما كان لهم اثر، مو مثل الجيل الجديد. بقى مستقل وبشخصيته المعنويه. الجيل الجديد يصير 10 15 واحد هو نفس الشيء، انت تشعر به واحد. انا شايفهم يعني بالدوره الثالثه. وجنت وياهم، اكو احزاب هم باقين، يزود عددهم ينقص، اما انت تجيب لهاي الاحزاب تسمي لي اياها كل واحد حصل له 15 و9 اصوات. وبالنتيجة ذابوا بنص هاي الديناصورات. شنو الحل؟ الحل هو قانون ومفوضية وآلية حماية صوت الناخب. هذني أدوات الانتخابات يجب أن تكون أدوات موثوق بها زين حتى تنطي ثقة للناخب العراقي. أنت ثق بالمنظومة السياسية الحالية؟ لا لا ما ثق بها على الإطلاق. شلون راح توثق؟ أنا شنو الفائدة شيخنا أسوي انتخابات ويجيني من مجموع 24 مليون 3 ملايين يصوتوا؟ ست سنوات شنو الفائدة منه؟ عيب علينا اصلا. والله عيب عليكم تقبلون بالنتائج. بس انتم ما يهمكم النتائج لان انتم اصلا مو احزاب ديمقراطيه. انتم اقطاعيات. شيلك بالقانون يقول لك القانون يسمع مواساة العراق شيخ. وبناء اقتصادياتكم واطاعه الاجندات اللي مكنتكم من العراق. يا اقتصاديات يقول لك ما عندي اقتصاديات. لا فقره والله. شو عندك قدم؟ عندك دليل قدم. ما يقول لك ما عندي اقتصاديه. اليوم تقعد يم اي رئيس حزب وتسال يقول لك ما عندي اقتصاديات. يا هو. خلي يجي يقعد كبار هنا ويقول ما عندي اقتصادي. يلا شيخنا الله يخليك. قلبه وارب منهم. ليش؟ شيخنا ماكو هذا الشيء، لذلك البلد ما ينبني. لان احنا مو هدفنا البلد، هدفنا بناء الحزب. هسه انت الان وزير. بس تخلي وزير ثاني يوم سوى له حزب. وين اكو هيك نظام بالعالم؟ عنده طموح سياسي. وين كان؟ وين كان؟ هذا معناته جاي يستغل موارد الدولة. جاي يستغل ميزانية الوزارة، تمام لو لا؟ وإلا من كان خارج الوزارة ما قادر يسوي له رابطة ب 11 نفر. الله يخليك، منو حاسبه؟ منو سئله؟ جيد، خليني ويا السيد السرو من جديد موضوع مجلس النواب، أنت حكمتي أنه هذه الدورة خلص يعني المفروض أنه يتوقف. هذه من زمان، أقول صار لي سنتين أقول أبشر. لكن صعدت الحديث بهذه الفترة على الأقل بعد اللي صار، خليني أسألك إذا ما الأمور بهذه الطريقة وشلون ممكن نعالج هذه التركة الثقيلة وهذه الملفات، ملفات الفساد الثقيلة اللي عندنا واحنا من الان حكمنا على مجلسنا الرقابي بالفشل. منو يتابع؟ هو اولا هذه الحكومه منو يتابع شغلها؟ وهي قاعد تشتغل وتقدم مشاريع وهذه المشاريع قد يكون بها فساد وفساد كبير. هو اذا نريد نطلع من هذا الفشل
وعلى الأقل نتقرب شوية من النجاح، أنه يجب أن نفعل دور البرلمان. يعني أنا أني رئيس كتلة ونائبة ومن أتحدث بهذا الشكل على مجلس النواب وهذه الدورة، يعني قلبي يوجعني بصراحة. بصراحة أنا كلش متأذية من أنه إحنا ما إلنا دور، ما إلنا دور داخل مجلس النواب، ماكو من نعرف شنو دورنا. أنا أتمنى أنه هسه إن شاء الله من يجي الرئيس، ما أدري يجي له يكملوها هيجي، لأن قرار المحكمة تكمل بدور أي قرار المحكمة الاتحادية واضح يقول أنه أنتو بس أقول لك استحقاق مكون، أنت لازم تنتخب. هسه منو بحال المكون؟ هو قطعا حصرا من تقدم المرشح. ليش حصرا؟ حصر مالتهم الأغلبية عندهم أغلبية، يعني أغلبية عندهم غير هذا مبدأ الأغلبية المكون. هاي أغلبية المكون يم تقدم. ما عندك دولة القانون، ما عندهم أغلبية. لا عنده موقف. لا بالعكس، هو مع هذا المبدأ دولة القانون، ولو قاطعنا ست ثروة دولة القانون مع هذا المبدأ، كلهم مع هذا المبدأ، حتى ست ثروة جيلي جيلي إلا الأغلبية. إيه؟ أنا بصراحة شوف، أنا شخصيا ضد أنه نكون يعاقبون التقدم بهذه الطريقة. يعني أنا ضد الإقصاء. في الدورة الثالثة قد يتذكر أخويا أنه الكل كانوا ضد حزب الديمقراطي الكردستاني بسبب الاستفتاء وما أدري شنو. وراء الاستفتاء سووا جلسة على أساس يعاقبون نواب حزب الديمقراطي، رغم كل مشاكل ويا الديمقراطي اللي كانوا مسوين مظاهرات ضدي وما أدري شنو. وقفت بالقاعة قلت علينا أن نخرج من هذه القاعة اللي يقصون زملاء لنا في مجلس النواب، هذا مو شغلكم، شغل المحكمة. تمام. وطلعت الكتلة مالتي وهذا وطلعنا، ما خلينا الجلسة تمشي، لأن هذا مبدأ عندي. مبدئيا أنا ضد أنه اليوم يقصون التقدم باشر، يقصون جيل الجديد، يعني إحنا قابل، إحنا أقوى من تقدم. يقصون امتداد، يقصون سجاد سالم وهاي كم نائب اللي وياه، يقصون نفسهم بيناتهم، وقصوا شو اسمه خلوا تيار الصدري ينسحبون. فانه هذه انه انا ضد اقصاء اي جهه سياسيه. التيار الصدري لو كان موجود بهذه الجلسه، هذا السيناريو كان ممكن يصير لو تحسم بشكل سريع؟ كان من اللحظه الاولى كان الموضوع يتم حسمه. بمعادله الاصوات سواء لا بالتاثير؟ لا بمعادله الاصوات. كانوا 73 يروحون مع اي جبهه هم فايزين وخلص، يعني ايش راح يسوون؟ كانوا 73 نائب، باقي 10 نواب. اي فيعني المجلس اهدأ من دون التيار لو لا فاقد هواي اشياء، فاقد هواي اشياء. مثلا شوف الهدوء بالمجلس، ماكو مجلس نواب العالم بهدوء. هدوء شنو يعني؟ مجلس نواب بحراك، بنقاش جدل، هو رقابي ملفات مشاكل، اي ملفات مشاكل، استجوار ذاك الحزب انه اضرب. انا استغرب مرات يقولون مجلس نواب سياسي، يقول طبعا سياسي، وهي الاحزاب، انه انا اريد ابين كل الاحزاب هم فاشلين واني ناجحه، اجي اراقبهم واجيبهم اقول هاي ملفات الفساد اللي عندكم. فهذا السياسي مو سياسي، وهذا شغل النائب يعني بصراحه. فهسه مجلس النواب ما بي هذا الحراك، ما بي مرات خطية المستقلين من يردون يتحدثون يقمعوهم، يقولون سكتوا، ما يخلوهم لا حتى الحديث ممنوع. فانه هذا اللي دي يصير بهاي الدورة. انفرد الاطار في المجلس، هم عادي يعني، هسه هم الاغلبية كل شيء. لا هو انفرد لغياب التيار، انفرد في المجلس. اكيد 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 اكيد. يعني كنت اتمنى انه مثل ما هسه في الحكومه اكون نوع من عمل، قد اكون ما مقتنعه 100%، ما مقتنعه، والشيخ ما مقتنع، وكثير من الناس ما مقتنعين بعمل الحكومه في هاي المرحله. ليش ما مقتنعه؟ لكن اكو حركه ممكن نقول انه هي جيده نوعا ما اذا نقارنها بالسيد الكاظمي او بالآخرين. فكنت أتمنى أن البرلمان أيضا نقول إذا نقارنها بالدورات السابقة هي أفضل دورة. كان المفروض أن الإطار اليوم باعتبارهم هم الأغلبية وهم نوع واحد من الشيعة، واللي هم كانوا ثلث المعطل وكلهم راح يجاوبوك يقولوا لك لين الحكومة تشتغل صح، فالبرلمان شو يريد يسوي يعني؟ البرلمان هم يشتغل صح. خل ما يراقب، خل ما يراقب عمي، خل ما يحكي على وزرائهم، خلي يسوون قوانين
يعني خدمة للمواطنين، قد يعني اكو بعض المقابل حتى اني لو وزيري اذا بي خطأ من اعالجه، مو معنى انه اني دا اريد اكسره، بالعكس اريد انه اقوم عمله. كرقابية تقييمك لحكومة السيد السوداني؟ حتى نفس السؤال اسئله للشيخ. يعني السيد السوداني هو كشخص بصراحة يعني دا يريد يشتغل، وهو اول رئيس حكومة صادق. أول رئيس حكومة صادق. أي والله. هذا يعني صراحة هو صادق مع الناس ومع نفسه. على مستوى العمل. نوعا ما يعني دا يمشي، ما عدا هاي موضوع الدولار لو يحل يصير خوش رئيس حكومة. المشكلة يقول لك الموضوع مو داخلين به تفاصيل خارجية. شيخ خليني بالدقيقتين الأخيرة مع حضرتك. تحدثنا كثيرا عن مجلس النواب وانعكاس أدائه على عمل الحكومة، شنو تقييمك ورؤيتك للحكومة؟ الحكومة كل ما تشتغل مفروض مجلس النواب يكون دوره أعلى، لأن يعني بالنتيجة الحكومة راح تصرف أموال ولازم تتابع تمام. لا لازم تتابع هاي الأموال، تتابع العقود، تتابع النشاط اللي يجري على الأرض. خب مو بالنتيجة المجلس يتكاسل أو يضعف أو يصير مشاكل داخلية. زين، وهذا حقيقة احنا نأسف له، ونتمنى ان شاء الله ان تكون عوده ميمونه للتيار الصدري بالمرحله القادمه، وان يكون برلمان ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتامل ذلك، واملنا كبير بالاخوه الصدريين ان يعودون، ونتامل ان يكون لدينا برلمان قادم وحكومه قادمه ان شاء الله تمثل حقيقه اراده الشعب العراقي، وتكون لديها رؤية فعلا رؤية استراتيجية تبحث بها عن مصالح إذا ما الشعب العراقي، مو عن هيئاتهم الاقتصادية ولا عن مناصبهم ولا استحواذهم على السلطة بهذه الطريقة واستحواذهم على هاي الأموال بهذه الطريقة. إذا ما عاد التيار شنو السيناريو تتوقعه؟ إنه خلص ما يرجع؟ ما يعني ما أعتقد يعني العراقي يفلح. شنو اللي ممكن؟ ما أعرف، بس ما أعتقد العملية السياسية تفلح. هو الإطار يقول لك الأمور ماشية، وقع احترم قرار التيار وحكومة تشتغل وبرلمان يشتغل. مبين عليها هسه لذلك ماشية هي ما شاء الله تركض ركاب. شنو ما عندك؟ إي هاي خلاص الله. ايش كم عطلة أخذنا يا معود؟ أيوه ماشي. والله احنا صايرين نواب العطلة. نواب العطلة. الدورة البرلمانية المعطلة. أي والله. أنا أشكركم جزيل الشكر ضيوف الكرام، السيدة سروى عبد الواحد شكرا جزيلا لحضرتك، نائبة ورئيس كتلة الجيل الجديد، وأشكرك جزيل الشكر من عام حركة كفة الأستاذ رحيم الدراج، شكرا جزيلا، ودائما أشكركم أنتم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعة، نلتقي غدا إلى اللقاء.